مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من اتجاهات الصحافة، ونقرأ في عناوينها: تداعيات الأزمة الليبية على الإقليم والجوار، تساؤلات عن مصداقية العمل الإنساني في ليبيا، الليبية للنفط ماذا بعد الاندماج؟ نناقش هذه الموضوعات وغيرها مع ضيفنا عبر السكايب من القاهرة، أستاذ النظرية السياسية بجامعة القاهرة بسوني الخولي. سيد الخولي، ورحب بك معي. أهلا بك وبالمشاهدين الأسرى. يرى محللون أن المخاطر على الإقليم والجوار هنا تضاعفت كل يوم في ظل غياب الحلول الدافعة نحو الاستقرار السياسي في البلاد، ويشير هؤلاء إلى أن النجاح السياسي الذي تم تحقيقه بعد تأسيس المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج يعد نسبيا ولا يمكن البناء عليه. يأتي ذلك فيما تتوالى تساؤلات الجوار الليبي عن كيفية إيجاد حلول لمشاكلها أو لمشاكلهم الاقتصادية والأمنية في ظل الفوضى التي تعيشها البلاد. ذكر الكاتب الحسين الزاوي في مقال على صحيفة الخليج الإماراتية أنه خلال الأشهر القليلة الماضية تضاعفت المخاطر الأمنية بالنسبة لدول الجوار الإقليمي لليبيا، وذلك بالرغم من النجاح السياسي النسبي الذي تم تحقيقه بعد تأسيس المجلس الرئاسي الليبي بزعامة فايز السراج المدعوم من طرف قوى دولية وأقليمية. ويرى الكاتب أنه من السابق لأوانه أن تؤخذ النجاحات المؤقتة التي يحققها في هذه المرحلة جيش البنيان المرصوص التابع للمجلس الرئاسي في سرت وفي غيرها من المناطق على محمل الجد، لأن التنظيمات المتطرفة تعودت على استراتيجية الكر والفر وما زالت قادرة حتى الآن على استثمار الفراغ السياسي من أجل استقطاب مزيد من المقاتلين من مختلف أصقاع العالم. وخلص الكاتب للقول إن القوى الإقليمية المجاورة لليبيا وفي مقدمتها مصر والجزائر باتت تواجه تحديات أمنية خطيرة وغير مسبوقة، مشيرا إلى اختلاف الأجندات السياسية للدول التي تمتلك نفوذا مباشرا على أطراف النزاع في ليبيا، والذي يجعل إمكانية الوصول إلى حل سياسي جدي وقابل للصمود أمرا في غاية الصعوبة. ذكر الصحفي بمجلة جون أفريكا الفرنسية المهتمة بشؤون القارة الإفريقية ماتيو غاليتي المختص في الشؤون الليبية في تقرير بعنوان كيف أثرت الأزمة الليبية على الاقتصاد التونسي، مشيرا إلى أن تقريرا للبنك المركزي التونسي أشار إلى أن انعكاسات الأزمة الليبية كانت أحد الأسباب الأربعة الرئيسية لتعثر الاقتصاد التونسي في سنة 2015. ويعتبر محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري أن السياق الليبي المليء بتعقيدات الإرهاب وتراجع الطلبات على المنتوجات التونسية من أوروبا والاحتقان الاجتماعي جعلت نسبة النمو في تونس تمر من 2.3% سنة 2014 إلى 0.8% في سنة 2015، خاصة وأن السياحة التونسية التي تمثل 7% من الناتج الداخلي الخام تراجعت ب30.8%. ويؤكد تقرير البنك أن تراجع الصادرات التونسية يعود بالأساس إلى عدم استقرار الوضع الليبي الذي لم يعد إلى نسقه الطبيعي عقب 2011، حيث كانت تونس تصدر فيه كما هائلا من المنتجات خصوصا مواد البناء. ويخلص غاليتي إلى القول أن تونس تنتظر هدوء المشاكل الجيوسياسية في ليبيا لإنعاش اقتصادها، لكن استقرار الوضع في ليبيا ما يزال غير مؤكد. ذكر الكاتب محمد مصطفى علوش في مقال بصحيفة الشرق القطرية أنه ما من شك في أن الأوضاع الأمنية السيئة التي تعيشها ليبيا حاليا جعلت الحدود الغربية لمصر مصدر قلق متزايد للأمن والاستقرار المصري، وقد تجد مصر نفسها منخرطة في الوضع الليبي سواء كان ذلك متدحرجا أو مخططا له. ويرى الكاتب أن الأمر يتطلب بلورة استراتيجية على المدى البعيد في قراءة الوضع الليبي والتركيز على أن الاستقرار السياسي ولو نسبيا في ليبيا هو حالة يمكن التعامل معها، بما يمكن القاهرة من استمرار التفاعل والتأثير
وهي حالة تتطلب الفصل بين التيار الإسلامي السياسي الليبي وتداعيات الحالة المصرية جراء الصراع مع الإخوان المسلمين من خلال خلق مداخلة مناسبة للتعامل مع هذا الفريق وعدم استبعاده بالكامل تعظيما لمكاسب مصرية في المعادلة السياسية الداخلية الليبية. سيد بسيوني الكاتب الزاوي على صحيفة الخليج الإماراتية تحدث عن تضاعف المخاطر المحتقة بدول جوار ليبيا، فيما تكمن هذه المخاطر؟ وهل الحديث هنا عن المخاطر المباشرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لا أدري كيف يتحدث هذا الكاتب بهذا المنطق غير المفهوم وغير المنهجي. الآن المخاطر داخل ليبيا وعلى مستوى الإقليم بدأت في الانفراج وبدأت في التحلل ولو ببطء. المجلس الرئاسي الآن يتقدم سياسيا، استقطب أكبر قدر ممكن من التأييد الداخلي وحتى التأييد الإقليمي. تنظيم الدولة الآن يحتضر في سيرت، وكل هذه تعتبر مؤشرات إلى أن الجوار الليبي وبالذات مصر تنخفض نسبة التهديدات الخاصة به أو المخاطر الخاصة به. فلا أدري كيف يوضع هذا التحليل في هذا التوقيت الزمني الذي تتقدم فيه الأمور خطوات جيدة نحو الاستقرار في ليبيا ونحو تأمين الحدود الليبية بشكل طيب. جيد. هل توافق رأي الكاتب بأنه سابق لأوانه أن تؤخذ الانتصارات لقوات البنيان المرصوص في سرت على محمل الجد، نظرا لأن التنظيمات المتطرفة تعودت على استراتيجية الكر والفر في معاركها؟ كلمة أو مصطلح سابق لأوانه مصطلح لا محل له، وهو مصطلح مطاط ويستخدمه من لا يحسن الكتابة المنهجية. بل نقول وبصريح العبارة كل شيء في أوانه. عندما يطرأ حدث على الداخل الليبي وفيه ارتقاء بمستوى الأداء الحكومة الليبية على المستوى الأمني والسياسي، نقول في هذه اللحظة الزمنية ارتقى مستوى الأداء للحكومة على مستويات كذا وكذا وكذا. أما أن نقول هذا غير سابق لأوانه، فهذه كلها أمور أو تعبيرات أو الغرض منها الإحباط وإصابة الداخل الليبي بالإحباط، وهذا لا ينبغي ولا يجب أن يكون بالكتابة الأكاديمية المنهجية التي ينبغي أن تكون موضوعية. طيب، مجلة جون أفريك الفرنسية تطرقت إلى تقرير للبنك المركزي التونسي والذي ربط تعثر الاقتصاد التونسي بانعكاسات الأزمة الليبية. ما درجة تأثر الوضع بتونس بالأزمة في ليبيا، وماذا يمكن لتونس أن تقدم تجاه الملف الليبي للحد طبعا من انعكاس الملف والأزمة الليبية على مشاكلها وعلى أوضاعها هنالك؟ تأثير الحالة الليبية على الواقع التونسي تأثير فرعي وليس رئيسي أو جوهري. هو تأثير اقتصادي نعم، أمني نعم، طبعا لا تأثير سياسي على الإطلاق، لكن الأمن والاقتصاد بالفعل تأثر بالحالة الليبية. ولكن نقول أن جوهر الاقتصاد الليبي ومرتكزات الاقتصاد الليبي الآن هيكليا فيها كثير من التحديات، فيها كثير من التأزمات والاختناقات، وينبغي على الاقتصاديين في تونس والمهتمين بالشأن الاقتصادي أن يبحثوا في جوهر الاقتصاد التونسي، يبحثوا في عمليات إعادة إعمار تونس، إعادة التنمية المستدامة في تونس، الاعتماد على مصادر لتمويل هذه التنمية المستدامة، ولا يبحثون عن مسائل فرعية مثل الحالة الليبية. الحالة الليبية هي حالة خارجية وقد تكون طارئة، لكن عليهم بالبحث في جوهر الاقتصاد التونسي الذي ينحدر من سيء إلى أسوأ. وهذا طيب. حال الاقتصاد التونسي، ولا نلقي بالتبع أو نرحب اللائمة على الحالة الليبية فقط لأنها ثانوية وليس جوهرية.
تحدثنا هنا عن الوضع في تونس، ننتقل به إلى الوضع في مصر. الكاتب مصطفى علوش على الشرق القطرية تطرق إلى التعاطي المصري مع الملف الليبي الذي يبعد عن التوازن. كيف يمكن أن تبلور مصر استراتيجية جديدة لها تركز على أهمية استقرار ليبيا سياسيا، في حين أنها تقف علنا إلى جانب طرف من أطراف النزاع دون غيره؟ الكاتب، أنا لم أفهم جيدا رغم أني قرأت هذا المقال، ولكن هناك نوع من التدوينات لهذا المقال. ربما يتحدث هنا عن يتحدث عن سياسة مصر تجاه أو تعاطي مصر تجاه ليبيا. أولا، مصر لا تعاني من أزمة أمنية على الحدود الليبية المصرية على الإطلاق. هذا ادعاء من الدبلوماسية المصرية، لأنه بصريح العبارة هناك حائط صد بين الداخل الليبي في الوسط وفي الغرب وبين مصر، وهو جماعة حفتر والنواة التي وضعتها أو البؤرة التي وضعتها مصر. هذا حائط صد يحمي مصر من أي نوع من التهديدات أو التعديات الأمنية على الحدود المصرية. هذا أمر مفهوم جيدا، وكيف لمصر أن تتبع سياسة متوازنة ودبلوماسية متوازنة وتريد من داخل الليبي أن يتقدم وهي تقف مع طرف ضد آخر وتؤيد عمليات التخريب في الداخل الليبي سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الأمني وتعوق عملية السلام وعملية السلام. مصر لا تعاني من تهديدات من ليبيا، لكن مصر تريد أن تجعل ليبيا تابعا لها من خلال نظام سياسي تابع لمصر، ومصالح مصرية هي العليا في ليبيا وتستفيد منها مصر. هذا هو الواقع بالضبط. تبقى معي في تحليلاتك وأرائك، ولكن في المحور الثاني. يطرح عاملون في مجال الإغاثة والمنظمات الإنسانية تساؤلات عن طبيعة ومصداقية الدعم الدولي المقدم إلى ليبيا، وسط إشارات إلى أن معظم الاهتمام الدولي يتركز على عقد الصفقات السياسية وإهمال تطور التعقيدات الناتجة عنها في كثير من الأحيان على الساحة الإنسانية. بين الكاتب محمد الشابك في مقال على موقع إيرين شبكة الأنباء الإنسانية أن معظم الاهتمام الدولي يتركز على عقد صفقات سياسية وعلى كيفية محاربة النمو السريع للتطرف ممثلا في فرع ما يسمى بتنظيم الدولة، وهناك إهمال شديد لكيفية تطوير هذه التعقيدات على الساحة الإنسانية في ليبيا. وأوضح الكاتب أنه نظرا لوجود إدارتين والآن ثلاثة، من الضروري وجود قنوات اتصال أكثر انفتاحا لتسهيل الخدمات العامة بدلا من الترتيبات الإنسانية العشوائية. وكانت إحدى تبعات ذلك أن منظمات التمويل تبدو مترددة في تخصيص الأموال الإنسانية النادرة لليبيا، وتفضل اعتماد نهج الانتظار والترقب على أمل التوصل إلى اتفاق سياسي ينتج عنه الإفراج عن الأصول المجمدة. وأضاف الكاتب: يعتبر التمويل الإنساني بليبيا في جوهره ليس محدودا فحسب، بل مصمما لدعم أهداف سياسية أيضا. فعلى سبيل المثال، يدعم الاتحاد الأوروبي وحكومات غربية رئيسية أخرى بنشاط الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة بين الأطراف الليبية من أجل التوصل إلى تسوية سلمية، وهي على استعداد لدعم حكومة الوفاق الوطني. وبين الكاتب أنه في الوقت الحاضر يماطل الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الرئيسية الأخرى في تقديم المساعدات الإنسانية من أجل الضغط على الأطراف المتحاربة الأخرى لتأييد حكومة الوفاق الوطني. وخلص الكاتب للقول: من الواضح أن المساهمين يهتمون بخطط التنمية الطويلة الأجل لتحقيق استقرار الحكم والأمن وقضايا الهجرة أكثر من اهتمامهم بالبرامج الإنسانية القصيرة المدى في هذا البلد الغني بالنفط، ولكن من الأهمية بمكان عدم استبعاد الجهات الفاعلة الإنسانية والاعتراف بهذه المخاوف بشأن مصداقية وموضوعية العمل الإنساني في ليبيا. سيد بسوني، كيف تقيم مصداقية العمل الإنساني الدولي في ليبيا في ظل وجود ثلاث حكومات ما بين الشرق والغرب الليبي؟ ليس هناك عمل إنساني بالمعنى الصحيح الحقيقة
هذه الكلمة في ليبيا. المنظمات الإنسانية العالمية لا تعمل في ليبيا، هي تراقب وتتحدث وتكتب تقارير شكلية فقط، ولكنها لا تعمل في الداخل الليبي. العمل الإنساني في الداخل الليبي حتى عندما يكتفى عنه بالكتابة والتقارير، هو يعمل في إطار وفي ثنايا البعد السياسي، وهذه حقيقة أصابها الكاتب بالفعل. ليس هناك عمل إنساني في ليبيا. العمل الإنساني في ليبيا إذا وجد وإذا تم الحديث عنه كحديث فقط، يتم من خلال البعد السياسي ومغلف بالبعد السياسي. هناك تأييد من المنظمات الإنسانية العالمية لحكومة الوفاق ولتصرفات وسلوكات هذه الحكومة، وفي الحقيقة هذا أمر جيد، ولكن ينبغي أن نقول الحقيقة أن العمل الإنساني في ليبيا ليس له وجود، ولا توجد حتى هذه اللحظة تجليات لهذا العمل الإنساني داخل. طيب كاتب المقال وهو عمل سابقا في مجال الإغاثة الدولية، ذكر أن الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الرئيسية الأخرى تماطل في تقديم المساعدات الإنسانية من أجل الضغط على الأطراف المتحاربة لتأييد حكومة الوفاق. هل ترى بأن هذه الضغوط مشروعة، لسيما وأن الدعم الإنساني لابد أن يكون مجرد تماما من التسييس؟ من الناحية الواقعية ينبغي بالفعل كما تفضلت أن يكون العمل الإنساني مجردا تماما من الغلافات أو القشور السياسية، وهذا أمر ينبغي أن يكون، وهذه هي مرتكزات وقواعد العمل الإنساني في المنظمات الإنسانية العالمية. ولكن الحادث الآن أن هناك خلط وهناك نوع من الدمج بين العمل الإنساني لهذه المنظمات وبين العمل السياسي، تحت دعوة أن العمل السياسي إذا تم دعمه من خلال التلويح بالدعم الإنساني ربما يصيب، والعمل السياسي في هذا الشأن أو الغلاف السياسي في هذا الشأن عندما أيضا ينجح ويترسخ على الأرض سوف يتم دعم العمل الإنساني. فهذه الرؤية تقول بأن هناك تناهي بين العمل السياسي وبين العمل الإنساني، وربما يكون أصحاب هذه الرؤية لديهم ما يبرر رؤيتهم، وهذه طبعا تكون متعلقة تماما بمن يقدم العمل الإنساني ومن يقدم الخدمة الإنسانية في الداخل الأمني. وضحت فكرتك، تبقى معي في المحور الثالث والأخير. أثار قرار اندماج مؤسستي النفط المتنافستين في ليبيا اهتمام المتابعين للمشهد الليبي، فضلا عن استبشار الليبيين بقرب حل الأزمات الاقتصادية في البلاد، لاسيما وأن دولا كبرى باركت قرار الاندماج ولوحت بمعاقبة معرقليه. يأتي ذلك فيما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط بعد اندماجها أنها تود إرسال رسالة مفادها أن تجاوز الخلافات ممكن تحت راية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني. أفاد مراسل وكالة الأناضول للأنباء في بنغازي معتز المجبري بأنه بعد أن تنفست أهم المؤسسات الحكومية في ليبيا الصعداء بدمج مؤسستي قطاع النفط الموازيتين والذي تعتمد موازنة البلاد بشكل كامل على إيرادات بيعه، تعالت أصوات الانتقاد من جديد مهددة بانهيار الاتفاق الذي لم يمر على إعلانه سوى أيام معدودة. وأوضح المجبري أن تلك الخطوة لاقت إشادة واسعة من المجتمع الدولي، تمثلت في إعلان حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ترحيبها بالاتفاق، ولوحت هذه الدول بإمكانية فرض عقوبات على مصدري النفط بشكل غير شرعي. ورغم كل ذلك الترحيب، خرجت أصوات ليبية لتعلن رفضها للاتفاق، إذ قالت لجنة الطاقة بمجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق عبر بيان لها أنها ترفض دمج مؤسسة النفط الشرعية في بنغازي بالمؤسسة الموازية للنفط في العاصمة طرابلس حسب تعبيرها. ورغم كل تلك التصريحات الموافقة لإعلان الدمج والمعارضة له،
أعلنت القوات المسيطرة على موانئ النفط شرقي البلاد والتي أوقفت التصدير من أكثر من عام أنها ستعمل مع المؤسسة الوطنية للنفط الموحدة الجديدة وستتخذ الترتيبات اللازمة لإعادة فتح الحقول المغلقة وضخ الخام من جديد. ذكر الكاتب سيد المختار في تقرير على موقع روسيا اليوم أنه لم يتضح بعد ما إذا كان حرس المنشآت النفطية سيقوم بإعادة فتح مرفأي راس لانوف والسدرة المهمين لتصدير النفط ضمن الاتفاق المبرم مع المؤسسة الوطنية للنفط، وهما المرفأان المغلقان منذ عام 2014 ويخضعان لسيطرة حرس المنشآت النفطية. ونوه الكاتب إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط ترى أن قرار توحيدها يمثل خيارا استراتيجيا يحمل رسالة إلى الأطراف في ليبيا والمجتمع الدولي كافة، مفادها أن تجاوز الخلافات ممكن تحت راية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ويصب في مصلحة تجسيد المصالحة وتشجيع باقي المؤسسات على اتخاذ نفس القرار. سيد بسيوني، إلى أي مدى سيصمد قرار دمج مؤسسات النفط الليبية في وجه الرفض الذي أعلنه طرف طبرق لهذا القرار بحسب طبعا ما تبعت هنا في مقالات الصحف لهذا المحور؟ لابد لهذا الدمج أن يصمد لأنه حتمية تمليها الظروف السياسية والظروف التاريخية التي تمر بها ليبيا الآن. ونقول للعابثين بمستقبل ليبيا والذين يعارضون هذا الدمج أن التاريخ سيكتب أنهم يعبثون في الواقع الليبي ويعبثون بمصادر الثروة الخاصة بالشعب الليبي. لابد من أن يكون هذا الاندماج، ولو بقيت الأمور على ما هي عليه من خلال مؤسستيه لن يتعامل العالم مع هاتين المؤسستين معا، وسوف يتحمل ذلك أو عبء ذلك المواطن الليبي. فعلى العابثين بمستقبل هذا المواطن نرى هنالك سيد بسيوني، نلاحظ أن خمس دول قد أصدرت بيان تدعم في هذا القرار وأيضا لوحت بعقوبات في حال عرقلت هذا القرار. هنا المؤسسة الوطنية للنفط اعتبرت أن هذا القرار، قرار إدماج المؤسستين، هو خيار استراتيجي يحمل رسائل إلى الأطراف المحلية والدولية بأنه يمكن تجاوز الخلافات والعمل تحت قبة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. ما تعليقك على ذلك؟ وهل من الممكن أن تلعب المؤسسة دورا في توحيد الصفوف وأيضا الحد من الخلافات؟ هذا الحدث أمر جيد ولا بد منه، وهذا البيان الذي صدر مباركا للدمج داخليا وخارجيا سوف يتحول إلى واقع، وهذا هو الخيار فعلا الاستراتيجي والوحيد المطروح أمام كل القوى السياسية في الداخل الليبي، سواء الحكومة الائتلافية التي تعمل الآن بجد على تسوية كل الأزمات أو القوى السياسية الأخرى التي ينبغي ألا تعارض هذه الحكومة بل تندمج معها في عملية تسوية وعملية نوع من التسوية لكل الأزمات وتشارك بالرأي وتشارك بالفعل مع هذه الحكومة. نعم، هذه الحقيقة. وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من اتجاهات الصحافة، تناولنا فيها مقالات الصحف لهذا اليوم. أشكرك جزيل الشكر ضيفا لك، كنت معنا عبر سكايب من القاهرة أستاذ النظرية السياسية بجامعة القاهرة بسيوني الخولي، شكرا لك. شكرا جزيلا لكم جميعا. كما أنوي مشاهدينا الكرام إلى أن إنتاج هذا البرنامج يتم بمعاونة المرصد الليبي للأعلام. شكرا لكم وإلى اللقاء.